رومانسية، غضب، انتقاد، كلمات عبرت عما فعلته الأميرة رجواء السيف في مواقف كانت سبباً في إحراج ولي العهد الأردني سواء أمام أسرته أو جمهور المملكة. هذا أصل القصة. جميل ألكساندر زوج الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن كان بطل الواقعة الفريدة من نوعها سواء محلياً أو دولياً والتي رصدتها عدسات الكاميرات. ففي أثناء استقبال الملك وقرينته وولي العهد ورجوة للضيوف ليتلقوا التهاني بحفل زفاف الحسين ورجوة، هم جميل بفعل غير مسبوق فقبل قرينة ولي العهد من خديها، لكن على ما يبدو أن هاتين القبلتين كانتا الحدث الأبرز ضمن مجريات الحفلة. فالملكة رانيا كانت بطلة الواقعة الثانية التي تسببت رجوة من خلالها في وضع زوجها بموقف محرج. فبعدما قبلها جميل ألكساندر من وجنتيها، همست والدة الحسين إلى ابنها بأن ما تفعله زوجته يخالف العادات والتقاليد الهاشمية ولا ينبغي أن يحدث على هذا النسق الغريب. لكن الموقف الثالث كان حينما ذهب العروسان إلى أحد الشواطئ لقضاء شهر العسل، وزهرت رجوة بلباس البحر فالتقط شخص صورة لها بهذه الملابس وولي العهد يساعدها على تنسيقها.